الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم الجوافية في المنام أو الجوافة في المنام. فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خيرا. رؤية الجوافة في المنام دلالة على الرزق الواسع والمال الحلال. إذا رأى الشخص في منامه الجوافية أو الجوافة الفاسدة التالفة فهي دلالة على الغيبة والنميمة. وقد تدل أيضا الجوافية اللي هي الفاسدة الفاسدة على ضيق الحال الرائي وكثرة همومه. إذا رأى التاجر في منامه جوافة فاسدة فإنها إنذار بخسارته. رؤية البنت نفسها تقوم بأكل الجوافية بسهولة بدون أي بذر، فذلك بشرى لها برزق كثير بدون أي تعب أو عناء. رؤية البنت نفسها تقوم بشرب عصير الجوافة وتجد طعمه لذيذ، فإنه يشير إلى السعادة والفرح الذي سيغمر حياتها ويغير حياتها للأفضل. رؤية البنت أن أحد ما يقوم بإعطائها طبقا كبير من الكثير من الجوافة وتقوم بالأكل منه، فذلك دلالة أن هذه الفتاة سوف تحقق وتتغير حياتها إلى الأفضل. رؤية المرأة المتزوجة أنها تقوم بحمل طبق به الكثير من الجوافة أو قامت بإطعام أطفالها منه، فذلك دليل وبشرى على سعادتها تلك المرأة هي وأطفالها. أما إذا رأت المرأة أنها تقوم بإمساك ثمرة من الجوافة ذات الطعم اللذيذ بيدها، هو بشرى بالخير الوفير الذي تحصل عليه هي وأسرتها، فذلك دليل وبشرى على سعادتها تلك المرأة هي وأطفالها. احنا قلنا دي، مش عاوزين نعيد اللي قلناه. رؤية المرأة أن شخص، دي تفسير للمرأة المطلقة، على فكرة التفسير ده للشيخ ابن كثير رحمه الله. رؤية المرأة أن شخصا يقوم بإعطائها ثمرة جوافة ويكن طعام سيء، بيكون طعامها سيء يعني، فذلك يدل على أن هذه المرأة تمر ببعض المشكلات والصراعات النفسية، لكنها سرعان ما تتخلص منها وتصبح في أفضل حال. أما إذا رأت المرأة المطلقة زوجها القديم يقوم بإعطائها ثمرة جوافة وقامت بأكلها، فهذا يدل على الاحترام والمودة والمتبادلة بينهما. رؤية الرجل نفسه في المنام يقوم بإعطاء المرأة لا يعرفها طبق مليء بالجوافة، فذلك يدل على حدوث ارتباط رسمي أو زواج للرائية. أما إذا رأى الرجل في منامه أنه يأكل حبة جوافية سيئة المذاق فهذا دليل على مواجهته لبعض المشاكل والأزمات، لكنه سيتخلص منها في القريب. رؤية الشخص للجوافة الملونة في المنام ترمز إلى الخير وتدل على الرزق وحل النزاعات والخلافات. رؤية الشخص للجوافة الخضراء في منامه تدل على التواصل إلى حلول للمشكلات وتشير إلى الفرج بعد الضيق. أما إذا كانت الجوافية باللون الأصفر فإنها تدل على الأحزان والهموم التي من الممكن أن تصيب الرائي. رؤية شخص نفسه في المنام أنه يقوم بأكل الجوافية البيضاء فهذا دليل على تغيير أحواله إلى الأفضل وتخلصه من المشاكل التي تواجهه. رؤية الشخص نفسه في المنام يقوم بجني الجوافة من الأشجار دليل على حياته المستقرة والسعيدة. رؤية الجوافة التي نضجت تدل على الرزق والخير الذي سيأتي فجأة، ويدل أيضا على الأخبار السعيدة. أما رؤية الجوافية الغير ناضجة في المنام فهي ترمز إلى العناء وعدم الراحة والمشاكل التي يمر بها الرائي. رؤية شراب عصير الجوافية فيرمز إلى صلاح حال الرائي. رؤية الحالم أنه يشرب عصير الجوافة فيشير إلى تفريج الأحزان للحالم. رؤية شراب عصير الجوافية فيما هي دليل على تيسير الحال للرائي.
رؤية الفاكهة بشكل عام فهي تدل على الخير والرزق، رؤية شجرة الجواف فهي ترمز إلى انتهاء الخلافات والمنازعات، رؤية شجرة الجواف فهي تدل على حصول الحالم على الرزق والبركة، كما يرمز رؤية الجواف على النجاح والتوفيق. رؤية الجوافة ذات اللون الأخضر فتدل على التوفيق والتسهيل في الكثير من الأمور، كما تدل حصول الرأي على الخير والبركة عما قريب. رؤية الجوافية الصفراء على قدوم رؤية الجوافية الصفراء دليل على قدوم المتاعب والأزمات. إخوانا يعني برضو أي حاجة صفراء بتكون فيها مشكلة في المناية، الاصفر والاسود والاحمر، خلي بالكم. وفي ساعات بتبقى حلوة بس في الغالب يعني 90% دايما التلات الوان دول في اي حاجة بتلاقي فيه مشكلة، سبحان الله. كما تدل الجوافية الصفراء في المنام على فساد بعض الممتلكات التي تخص الرأي. رؤية الجوافية ذات اللون الأبيض فهي تشير إلى الطمأنينة التي يشعر بها الحالم، كما يدل على تقليب حال الرأي نحو الأفضل في حياته. رؤية أكل الجوافة في المنام فيدل على الحصول على المال بعد المشقة والتعب، كما تدل الجوافة على شخص طيب الكلام. رؤية ثمار الجوافة الخضراء فهي رمز إلى زوال بعض المتاعب والخلافات. أما رؤية قطف الجوافة في المنام يشير إلى الحياة الهادئة السعيدة. كده يا إخوانا حلم الجوافة يعني شبه انتهى. ما تنسوش بقى بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. ولا تنسوا ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الاستغفار قبل صلاة الفجر ولو بدقائق، فإن الله سبحانه وتعالى مدح المستغفرين بالأسحار، والأسحار يعني الثلث الأخير من الليل يعني قبل صلاة الفجر تقريبا بساعتين ثلاثة. والاستغفار صيغه زي ما ربنا قال في القرآن، يعني مثلا استغفر الله العظيم دي صيغة من صيغ الاستغفار، او استغفر الله، وفي صيغة كتير للاستغفار يعني. وبعدين لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، فمن قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فقط. ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك قبل النوم أو بعد صلاة العشاء، فإنها المانعة من عذاب الله في القبر، ودي أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوناش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.